الشارع الإيراني هادئ في آخر البيانات الرسمية، مشتعل بحسب صور النشطاء على الأرض، خائن في نظر إعلام النظام. الهيئة القضائية الإيرانية قالت إن الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود انحصرت وعاد الهدوء إلى البلاد، بينما تقارير المحتجين تقول إن الكلمة العليا على الأرض لا تزال لهم، ورغم شح الصور جراء انقطاع الإنترنت تم تداول مشاهد لسماء مدينة شيراز التي بدت وكأنها أرض معركة بانتشار دخان الاحتجاجات فيها، بينما مروحيات البسيج تحلق فوقها. غضب المحتجين على البسيج والشرطة ظهر في العاصمة طهران، حيث انتشرت صور لسيارات شرطة وهي تحترق، كما تم إشعال النار بمركز شرطة مدينة بهارستان بمحافظة أصفهان. الإعدام مصير الخائن هي النغمة التي تغنت بها وسائل الإعلام الرسمية، فواصلت عرض آثار الحرائق والتدمير، بل وقالت إن المتظاهرين أشعلوا النار بأحد المساجد، لتأتي صحيفة كيهان المقربة لخامنئي وتؤكد أن الإعدام شنقا لزعماء الشغب عقوبة مؤكدة بتهمة البغي والفساد في الأرض، ووصفتهم بالأشرار المأجورين الذين لا يتحدثون الفارسية. العنف والتخوين إذن وسائل النظام الإيراني لإخماد نيران احتجاجات الوقود، وهي أساليب لا يراها المحتجون إلا جمرات تزيد غضبهم اشتعالاً. منى مصطفى، العربية.